رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. مساء الفل على حضرتك نورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله موفقه دايما ان شاء الله. الله يخليك. طبعا عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عليها، ويمكن الاهم او الابرز في الاسبوع ده اللي شفناه يعني تبادل المراكز في الصداره، الثلاث مراكز الاولى الاهلي كان متقدم او كان متصدر الدوري، بعديه الزمالك، وبعد كده يليهم بيراميدز. دلوقتي الموضوع اتقلب الى حد ما، الزمالك بقى في الصداره، بعديه بيراميدز، وبعد كده في المركز الثالث النادي الاهلي. شفت المشهد ده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد بنسميه دايما احنا طبعا المشهد المتغير او مشهد الكراسي الموسيقيه، وده شيء طبيعي ووارد في كره القدم وتحديدا في الدوريات المهمه، الدوريات اللي فيها المفروض الدوريات القويه دايما بنشوف فيها هذا الزخم التنافسي والصراع ما بين عده انديه، وده بيسر المسابقه ويخلي المسابقه شكلين. يعني الدور الثاني جالك لعيبه 7 لعيبه او 8 لعيبه المفروض كنت تعمل بيهم روتيشن بشكل جيد، ادي فرص لمباريات معينه في الدوري، العب مثلا الصفقات الجديده، العب اريح علي معلول شويه، اريح عبد الله، اريح الشحات شويه، اريح يعني بعض اللعيبه اللي شايف ان عندها ارهاق او لم تظهر بالشكل الكافي في الملعب، او في لعيبه هتاخد انذارات، هتاخد ايقافات، لازم اعمل حساب لده، ما استناش لما تجيني افاجئ بايقاف لاعب، افاجئ بان لاعب اصيب، افاجئ بان لعيبه كتيره من اللي كنت بعتمد عليها لعيبه اصبحت غير موجوده معي. فدي المشكله اللي المفروض نادي كبير بحجم نادي الاهلي انه كان يستوعب ده من البدايه. انا بشارك في 4 بطولات، يبقى ال4 بطولات لينا خطه معينه تتحط على الورق ومعروفه، فلان هيلعب كذا، فلان هيلعب كذا، زي ما حضرتك بتشوفي في كل دوريات العالم، وبتشوفي حضرتك في مباريات بيتلعب فيها لعيبه في دوري ابطال اوروبا، في لعيبه بتلعب في البطوله مثلا المحليه، في لعيبه بتلعب في الكاس، في لعيبه بتلعب في بطولات دوري، بتلاقي في روتيشن. لان انا طالما في يعني انا نفسي في الانديه المصريه زي ما انا ضميت لاعب يبقى اديله الثقه الكامله. يعني عندي 30 لاعب، ما ينفعش اركز على 11 لاعب فقط والخمسه احتياط والباقيين كانهم لم يكونوا. هم بالفعل ممكن في مستويات بين اللعيبه، في لعيب افضل من اللعيب في مركزه، في لعيب عنده امكانيات اعلى، ولكن في النهايه من وجهه نظرك لازم الكل ياخد الفرصه، لازم الكل ياخد الفرصه، خصوصا انا بشارك في 4 بطولات. ما ينفعش حضرتك اركز على 17 لاعب 18 لاعب، ايه النتيجه؟ النتيجه في اصابات، النتيجه في ايقافات، النتيجه في اجهاد كبير، النتيجه في لاعب انت بتشركيه في المباراه من البدايه خالص بتشوفيه في غير مستواه على الاطلاق. المباراه الثانيه لا، اريحه بدل ما انا استخدمه واستهلكه واخليه في شكل يظهر في شكل غير جيد قدام جمهوره، وده يعني وده شيء مش كويس بالنسبه للاجهزه الفنية. طيب. فده دي احنا يعني دي توصيف سريع لحاله النادي الاهلي. صحيح. نتمنى ان لاسارتي سريعا، وهو خلي بال حضرتك في دعم حاصل له دلوقتي طبعا جدا في جدا مطالبات جماهيريه كتير جدا. صحيح. برحيله، لكن مجلس اداره النادي الاهلي ظهره. استطاع ان هو يقف وراء الجهاز الفني من اجل الدعم، لان خلي بال حضرتك المرحله دي لا تقبل قسم على الاثنين. يعني ما ينفعش انت الاهلي خرج من بطوله افريقيا، خرج من دوري ابطال الدوري العربي، ما ينفعش كمان يضيع الدوري، خصوصا ان الدوري يعني خلي بال حضرتك المعطيات اللي قدامنا، الارقام اللي قدامنا بتقول ان فرص الاهلي تتساوى مع فرص الزمالك. صحيح. وفرص الزمالك والاهلي اكبر من فرص بيراميدز. ده حقيقي. طيب خلينا نروح لظاهره بقى استخدام الحكام الاجانب اللي بفلوس كتير جدا، اللي بيجوا زيهم زي ما كانهم ما جوش خالص. ايوه، ما هو دي يعني لما يعني اخد من كلام حضرتك زي ما مش جايين خالص. طب انا بدفع في كام؟ حوالي 25000 دولار، يعني رقم كبير جدا، ما يوازي حوالي كام، انا ما اعرفش احسب الدولار دلوقتي ب 17 يعني وشويه، يعني بتاع 400000 جنيه. بصراحه رقم كبير جدا، يعني رقم كبير مهول. جدا انا المفروض بس طالما الانديه عندها استعداد تدفع وعندها في خزنتها فلوس، ما عنديش مشكله طالما انت اللي عايز. ايوه، بس في الحاله ان انت تدفع 25000 دولار ومية الف جنيه، اجيب حكم على المستوى، حكم يعني نخبه، حكم لعب في كاس عالم، حكم في دورات ابطال اوروبا، مش اجيب حكام، مش اي حكم اجنبي وخلاص، كامل الحكام العرب، عارفين الحكام العرب معظم معظم الحكام اللي جم كلهم حكام عرب فينا من تونس ومن المغرب. احنا ممكن نتكلم كمان عن المباراه اللي فاتت، مباراه النادي الاهلي اللي فاتت والحكام اللي كانوا فيها شرق اوروبا. يعني بصي احنا عشان نحسم الجدل ده لازم انا طالما دفعت فلوس
حكام والفلوس المطلوبه يبقى تجيب الحكم اللي انا عايزه. المفروض الحكم اللي انا عايزه منين؟ حكم يكون حكم نخبه. هتقولي لا ده الحكام مشغولين بدوري ابطال اوروبا، مشغولين بالدوريات في بلادهم، مشغولين في مباريات مش عارف اجنده دوليه. لا، المفروض انا من دلوقتي طالما عرفت اني قبل المسابقه بتنتهي وعارف ان الموسم ده موسم استثنائي، وعارف ان في بيراميدز، وعارف في فين الزمالك، وعارف ان الاهلي موجود والمنافسه على اشدها، يبقى لازم انا كلجنه حكام يبقى انا مربط زي ما بيقولوا مع حكام او مع اتحادات كرة القدم في بلادها، ان انا عايز الحكم الفلاني، عايز الحكم العلاني، مطلوب الحكم الفلاني. طب ده يمكن يجي امتى؟ ده ممكن يجي امتى؟ يعني يبقى في محاولات، مش احس بحكم جاي لمجرد انه حكم اجنبي ببرنيطه مثلا بيفكرنا بالفيلم بتاع ابو العربي، حكم جاي وخلاص. لا، الحكايه دي يعني باثرها السلبي اكتر من اي شيء اخر. وفي طبعا هيكون يقول لك لا ده الحكم المصري افضل بالنسبه لنا في الحاله ديت، يعني في اخطاء كثيره، في قرارات مع الاسف غير مقنعه. وانت لما بتشوفي حكم انت ما اتفرجتيش عليه في كاس عالم، ما اتفرجتيش عليه في دوري ابطال اوروبا، ما شفتوش في منتخب بيلعب في دوري بلاده، انت بالنسبه لك ملعبت الكوره بتتفرج على كره القدم، بتتفرج على الحكام، عارفه الحكم ده كويس وحكم ده وحش، والحكم ده فيه سلبيات وفيه ايجابيات. فبالتالي بتكون يعني خلي بال حضرتك، انت هتشوف نرفزه كتيره جدا من لعيبه الدوري المصري مع الحكم الاجنبي. لو الحكم الاجنبي ده معروف ومعروف صرامته ومعروف هو بيعمل ايه ومعروف انه حكم نخبه، عمره ما في لاعب مصري اتجرى عليه. ده انذارات بالجمله ويعني ولعيبه الاهلي برده خلي بال حضرتك برده خدت انذارات بالجمله من هذا الوضع، ولعيبه الزمالك ولعيبه. بص الاعتراض في مصر ده 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 موضه مع الاسف الشديد، موضه. وانا يعني وملوش اي لازمه. انا ببقى نفسي اعرف يعني الاعتراض مش هيغير حاجه في النتيجه. من حاجة طلع في مثلا كارت اصفر، هل الاعتراض هيخلي الحكم يحط كارت اصفر تاني في جيبه؟ الاعتراض موجود في كل انحاء العالم، لكن الاعتراض بشياكه موجود في بره مصر، واحنا عندنا الاعتراض بغير شياكه. مش هقول اللفظ التاني المرادف او العكس، لانه مع الاسف لفظ مش هيعجب ناس كتير. انا دلوقتي كلاعب كره قدم لما بدأت اتفرج على اي مباراه اوروبيه، مباراه اجنبيه، مباراه في اي دوري من الدوريات المصنفه، المفروض انا كلاعب كره قدم اتفرج عشان اتعلم، مش هتفرج على مجرد الفرجه. انت لا تستمتع بمباريات، لكن انت كلاعب لابد ان تتعلم من هذه المباريات. ما الذي يستفيده اللاعب المصري من مشاهدته مباريات مهمه وبالعيار الثقيل؟ لا شيء. اللعيبه نفسها هي تعترض على الحكام، لعيبه تعمل مشاكل مع الحكم وتشوح. وكمان ده في حاجه ادهى من كده، ان اللاعب المصري بيشوف اللاعب الاوروبي يعني ما يقعش الا لما يكون هيموت، يعني خلاص هيشيلوا على نقاله وهيتغير. عندنا في الدوري المصري مباراه، انا شفت مباراه اول امبارح حضرتك، نسبه الناس اللي وقعت في الارض حوالي 30 سقوط على الارض، بنسبه انا حسبتها حوالي 14 15 دقيقه اللعيبه ناموا على الارض. طب وناموا وشاركوا، مشكله ان هم بعد ما ال 15 دقيقه ضاعوا قاموا مره ثانيه. أيوة الراجل بيجي من بره وجايب ازازه ميه يرش عليه شويه ميه ويقوم وخلصت الدنيا. ما اعرفش بقى عشان يتصور، ما اعرفش عشان يتشاف في التلفزيون مره. يا عم احنا عارفينك والله وعارفين اسمك، والدنيا بعد متغيره، والتلفزيون دلوقتي بيذيع كل المباريات، كل مباراه متذاعه، والناس مش زي زمان. نفسي يبقى عندنا ثقافه اللاعب المحترف، اللاعب اللي بيطالب بحقه. اصل في الاخر برضه يعني بغض النظر عن ان ده بيعملوه في الدوريات الاوروبيه الكبيره ولا لا، بس في الاخر لو انت هتعمل اي تصرف داخل الملعب، لو مش هيجي يعني عليك بنتيجه ايجابيه او بنتيجه ما، بتعمله ليه؟ يا استاذه انا بقول لحضرتك ده موجود بس موجود مع الفارق الكبير، احنا بنعمله بعدم شياكه، هناك بتعمل بشياكه، بعترض بسجل اعتراضي ان هذه اللعبه غير صحيحه، لكن هنا بسجل اعتراضي ان هذه اللعبه غير صحيحه، وانت لست حكم، وانت فاشل، وانت بقول له كتير جدا. في النهايه بخسر انذار، صحيح انذارات مجانيه، بيخسر والانديه بتخسر لعيبتها، وفي الاخر طبعا بيجي عكس مصلحه النادي اللي بيلعب بيه اللاعب. طيب نتكلم عن الحكام والتحكيم. هل شايف من وجهه نظر حضرتك ان اتحاد الكوره ما عملش اللي عليه ان هو يدي للحكام المصريين اللي عندنا الكورسات الكافيه، يمدهم بالاجهزه الكافيه بالاحتياجات الكافيه عشان يكونوا على مستوى افضل من المستوى اللي هم عليه؟ والله بصي كل سنه بنتكلم نفس الكلام وبنقول حلول وبنقول حاجات مهمة بنحاول احنا نوصلها للحكام، لكن لجنة الحكام في النهاية بتعمل اللي هي عايزاه. أول حاجة بتمنى من المسؤولين عن كرة القدم في مصر انهم يلغوا حاجة اسمها ايه، يعني من الحاجات اللي انا بتكلم عليها بصفة شخصية، اللي هي لجنة تقييم الحكام ما بعد المباراة. هو ينفع حضرتك بعد المباراة أقيم الحكم، يعني المسؤول عن التحكيم نفسه بيقيم الحكم بتاعه قدامي يقول ده غلط وده صح وده صح وده غلط؟ طب لو التقييم
يقصد من ورائه نواحي إيجابية وإظهار الحق من الخطأ، أنا ما عنديش مشكلة. لكن يحصل مع حكام معينين أطلع الحكم ده أفصص زي ما بيقولوا كل أخطائه من كل الألعاب الخطأ وحكم تاني يتغاضى عنه تماما، مع الأسف خلينا بس نقولها صريحة، إحنا بنحب وبنكره، وده صديقي ما أقدرش أجي ناحيته، ده حبيبي ما أقدرش أجي ناحيته، ده أبوه عمل معايا زمان مش عارف إيه كان. بس هو فكرة إيه. إن في لجنة تقييم لأداء الحكام دي حاجة يعني دي حاجة إيجابية. اللجنة دي نفسها مش في التلفزيون يا أستاذة شيمة، مش في التلفزيون، مش على التلفزيون، مش في البرامج. البلاد اللي عايزة الحكام تتقدم عندها هم بنفسهم يقولوا يا جماعة بعد إذنكم إحنا هنلغي الفقرة التحكيمية. أنا ما أعرفش مين عنده سلطة إلغاء هذه الفقرة، لأن الفقرة أنا شايفها سلبية أكتر منها إيجابية، لأن حضرتك هنا بتتكلمي على الحكم نفسه، وإحنا بنشوف حكام بتخطئ في مباراة وبتشوفيها بنفسك وبالليل ما بتشوفيش عنها حاجة، ما حدش بيتكلم عنها. ليه؟ لأنه في النهاية بتكتشفي إن في علاقة تربط ما بين المحلل التحكيمي أو الخبير التحكيمي وهذا الحكم، وفي حكم تاني تلاقي بينه وبين الحكم التاني ما بيحبوش، عدوة مثلا، يجيب بقى كل أخطاءه ويجيب كل الألعاب. بصي لو في عدالة احنا هنتعلم الاخطاء، انما المشكله ان مفيش عداله. بس في الاخر هما بيعبروا عن وجهات نظرهم يعني، لا يعني هو الكلام اللي بيقولوه ده مش ماهوش كلام يعني ما هو قران. التحليل ده مفيهوش وجهه نظر، ان بيجيب لعبه قدامي بورهاني دي غلط يبقى خلاص دي غلط، لعبه بورهاني ثاني انا بشوفها معاه ان دي صح يبقى دي صح. لو في القانون القانون لو مديكي فرص تقولي صح وغلط ماشي، انما بتكلم في العاب انت بتشوفيها قدامي. طب مثلا ممكن نقول ان وجود لجنه تقييم للحكام، لجنه اجنبيه مثلا ملهاش اي علاقه بالدوري المصري، تقيم الحكام بعد ده. كل مباراه مين هيرضى بده؟ وتديهم زي بونص اللي يغلط مره واثنين وثلاثه واربعه يبعد شويه بقى. ماشي بس برضو هيتم التدخل في عمل هذه اللجنه، ودي ده رقم كويس ده رقم وحش طبيعي. احنا بصي لازم احنا نغير نفسنا الاول، لازم نعامل ضميرنا الاول، لازم ادي كل واحد حقه. لو كل واحد والله ادى كل واحد حقه بما يرضي الله وبالعدل لا نحتاج لجنه اجنبيه. وكل حكم برضو خلي بال حضرتك، ما هو في حكام برضو مش كل الحكام، في حكام ممتازين وحكام كويسين جدا، بس مع الاسف في الغالبيه العظمى منهم ما بيهمهاش اسمها، ما بيهمهاش ابنائها في المدارس، عيالهم في المدارس. العيل بيقابل ابنه زميله الفصل والابوه غلط امبارح، باباه غلط مش عارف ايه، ويحصل معاه مشاكل. مع الاسف الشديد صح. احنا زي ما بقول لحضرتك، لو كل واحد فينا في مجاله حكم ضميره وتعامل بما يرضي الله، والله لا نحتاج لجنة تقييم أجنبية ولا نحتاج حكام أجانب ولا نحتاج. بس المشكلة كلها إن دي ظاهرة عالمية في التحكيم، بس عندنا بصورة أكبر من اللازم. لو في مثلا كرة القدم بتتقدم في كل أنحاء العالم، إحنا بنتقدم بس بسرعة السلحفاة أو بمشي السلحفاة، لأن السلحفاة ما لها السرعة. فكل حاجة في العالم بتحصل عندنا بس مع الأسف بالشكل السلبي. نفسي تحصل بالشكل الإيجابي. يعني مش عارف بما يعني. اننا بنتكلم عن موضوع التحكيم، شفنا النادي الاهلي وانديه ثانيه كتير جدا طلبت ب يعني تقنيه الفار، تنفيذ تقنيه الفار واستخدام تقنيه الفار في الدوري المصري ممتاز. رد علينا بقى المسؤولين، الاول الموضوع صعب وبعديها بشويه امكانياتنا لا تسمح، وبعديها موجود ان شاء الله معانا من الدور الثاني، بعديها من الموسم الثاني ان شاء الله هيكون في تقنيه الفار هيتم استخدامها في الدوري المصري الممتاز. شايف اصلا تقنيه الفار دي هتريحنا شويه؟ ده بتريح كل العالم. شفت حضرتك في دوري ابطال اوروبا المباراه اللي كانت بين توتنهام ومانشستر سيتي، المباراه اللي كانت راحت نتيجتها من تاهل مانشستر سيتي لتوتنهام في دقيقه بتقنيه الفار. تقنيه الفار دي ده فتح كبير جدا في التحكيم، دي حاجه طفره هائله للتحكيم المصري وكشف العوار اللي حاصل في كل أنحاء العالم الكروي في هذه الجزئية تحديدا. ده بصراحة بس أهم حاجة بقى إحنا نستخدمها الاستخدام الصحيح. إحنا يعني حضرتك متوقع هنستخدمها إزاي؟ أنا مثلا لما باجي أفكر إزاي هيكون في عندنا تقنية الفار في الدوري المصري، حاسة إن مثلا المباراة اللي هيبقى زمانها ساعتين بالكتير هتبقى ثلاث ساعات، كل شوية هنقف بقى ونقعد نتفرج ونرجع. لا ده بصي يعني لو رسمت سيناريو هتلاقي مثلا واحد قاعد جايب ترابيزة زي كده مثلا كل شوية لعيب يخرج من الملعب ويطلع يقول له فرجني، هو جنبه كوباية شاي وشاي بلبن جنبه الناحية التانية وجايب وصومات مثلا وقاعد مش عارف ايه يعني، والملعب ايه الملعب ممكن يكون قاعد في حته مثلا الكره تيجي في الترابيزه توقع حاله، تلفزيون قديم يعني. ما هو ده اللي شفناه في التجربه اللي فاتت اللي ما كانش ليها لازمه خالص. انا المشكله كلها دلوقتي انا ما عنديش الاستعداد. ليه؟ لان ملاعبي غير مجهزه، انا ما عنديش ثقافه ان استخدم الفار بالشكل اللي عايزه تطلع بيه. فطبعا اتحاد كره القدم اللي انا عرفته ان هو الشكل بتاعها هيبقى مش حلو، يعني انت ازاي تذاع مباراه
قدام الناس كلها وتلاقي واحد قاعد وجنبه بقسماط وجنبه كوبايه شاي وقاعد وواحد بص له. انا في لقطه من اللقطات بصيت شفتها لما كانت الفار مطبق، احد حكام قاعد والله العظيم قعد دقيقتين ونص يقول له دي ودي وبص على دي وبص على دي، دقيقتين ونص ومباراه واللعيبه خلاص يعني يعني في ملعب اتحاد الشرطه. يعني الناس لو تسترجع للوراء موضوع السنة صعب، موضوع صعب جدا. لازم انا عايز تقنيه فار امكانيات معينه، امكانيات لان شكلنا يا جماعه وحش. ايوه لا مش اكيد مش باللي شفناه اللي قبل كده ده، يعني ده ما كانش ليه علاقه بالملاعب هي هي. ما انت عندك ملعب اتحاد الشرطه هتستخدمي ازاي مثلا؟ يعني في ملعب بتطور نفسها، يعني شفت ملعب الجونه ملعب مطور، ملعب يعني مثلا ما نعرفش الانديه الصاعده حديثا تلعب ازاي مثلا في الملاعب بتاعتها. لازم لازم الملاعب نفسها تكون مجهزه لده، ولازم يكون عندنا ثقافه استخدام الفار سواء من حكام او لاعبين او اجهزه فنيه. طب اقول لك على حاجه، خلي تقنيه الفار موجوده وفي لعبه متنازع عليها دول بيقولوا صح ودي بيقولوا غلط، هتلاقي الاجهزه الفنيه كلها واقفين قدام مين؟ قدام الفار، واقفين قدام الحكم، ده بيتكلم ده بيأثر عليه الجمهور من فوق. دي محتاجه ثقافه عامه، الثقافه العامه دي محتاجه شغل كبير جدا مننا، محتاجه فلوس كتير جدا، محتاجه فلوس كتير جدا ومحتاجه يعني. هل تتوقع ممكن يكون في فار في الموسم القادم؟ ممكن ليه لا، بس بس لازم نعمل، يمكن تكون بوابه الفار اللي يدخلها مصر هي امم افريقيا او كان 2019. امم افريقيا دي هنجرب فيها كل حاجه. لازم ان شاء الله باذن الله يا رب تكون ننجح. بوابه بقى رجوع الجمهور مره تانية للمدرجات ونشوف بقى الكوره زي ما كنا عارفينها زي ما تربينا عليها وعينا عليها يعني. بصي اللي بيحصل دلوقتي ده مع الاسف الشديد، انا لست متشائما يعني، انا متفائل بطبعي دايما واحب التفاؤل، لكن المعطيات المنطقيه تؤدي الى نتائج منطقيه زي ما بقولوا. المعطى اللي قدامي ان الجمهور حتى هذه اللحظه وقبل شهر ونص من البطوله لم يستوعب معنى كلمه انت كنت جمهور. لا انت مش جمهور، ده انت في مدرجات حكم، انت رئيس نادي، انت لاعب كوره، انت خبير تحكيمي، انت خبير دولي، انت كل بصي في المدرجات. الموضوع هيختلف تماما، الموضوع اكيد هيختلف تماما لما يكون مع المنتخب مصر. الوطني طيب. طبعا 2006 كنا عاملين الكرنفال الرائع ده ما استفدناش منه، حصل بعد كده طبعا اللي حصل في مصر طبعا كلها هو اللي حصل ادى الى ما نحن فيه. ولكن بصي هو سلوك جمهور من البدايه للنهايه، سلوك جمهور، جمهور عايز ايه؟ وانا بصراحه اتوقع ان الجمهور المصري، جمهور الكره المصريه والشعب المصري عامه هيبقى عارف ان هو سفير بلده جوه بلده بقى، هو عارف ان هو اخلاقه دي هي اللي هيعكس بيها طبعا صوره مصر. انت كل البطولات اللي نظمتها، انت البطوله دي البطوله الخامسه، انت نظمت اربع بطولات قبل كده، واحده بس راحت منك والثلاثه انت خدتهم. ما تضيعش منك طبعاً. فرصه كبيره زي كاس الامم، كاس الامم الافريقيه اللي جايه دي الدوله كلها واقفه ورا المسؤولين، واقفه ورا البطوله نفسها عشان ننجحها، عشان توصل لحاجات مهمه لينا في السياحه، في اقتصاد، في بناء بلد مره ثانيه، بنيه تحتيه، سداد نهتم بيها وتبقى معانا طول عمرنا. خلي بال حضرتك احنا بنبني المفروض 20 سنه قدام او 30 سنه قدام، المفروض نكمل على اللي بنيناه في البطوله دي من ناحيه الجمهور، من ناحيه الاقتصاد، من ناحيه السياحه، من ناحيه كل حاجه. خلي بال حضرتك الحفل القرعه اللي حصل ده خلى المفروض احنا نفرح، بس مسؤوليه كبيره. انت لما عملتي الحفل بالنظام ده والشياكه دي لازم تكون البطوله على مستوى هذا الحد القدر ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ عبد المنعم فهمي ناقد رياضي كبير، نورتنا النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده. يوم سعيد على حضراتكم.